السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: أوهام علاج كورونا في العراق والحقيقة المؤلمة. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1 0 7 2 7 أفقي على مدار القمر نايل سات. سيظهر أمامكم على الشاشة التردد مرة أخرى، هو 1 0 7 2 7 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا تروج حكومات ما بعد الاحتلال لفكرة وجود علاج ناجع ضد فيروس كورونا في العراق، سيتم إطلاقه في الأول من شهر أيلول سبتمبر القادم. وعلى الرغم من الانهيار التام للمنظومة الصحية والمختبرية في العراق التي بدورها تساعد على التقدم في مرحلة التطوير وإجراء الاختبارات، إلا أن أساليب حكومات ما بعد الاحتلال في إيهام المجتمع العراقي بكثير من الوعود الوهمية التي لم ترى النور سوى بالتصريحات، حيث خرج أحد الأطباء العراقيين وهو الدكتور شاكر جواد داحضا لفكرة تداولها طبيبان وهما عضوان في الهيئة الاستشارية لخلية الأزمة في العراق على إحدى القنوات الفضائية، أن العلاج سيصل إلى العراق بتاريخ 1/9/2020. وفي مقطع تداوله المتفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور شاكر جواد، خرج بتصريح موضحا فيه حقيقة الأمر وكيف أن العراق ليس جاهزا لإجراء الاختبارات والقيام بالتحليلات التي يتطلبها إنتاج اللقاح. هنا نطرح عدة أسئلة مشاهدينا الكرام: لماذا تستمر حكومات ما بعد الاحتلال بخداع الشعب العراقي؟ أليس من الأولى بخلية الأزمة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا في العراق أن تكون على قدر المسؤولية وتحاول علاج مشكلة نقص التجهيزات الطبية في مستشفيات العراق بدلا من خروجها على وسائل الإعلام ونشرها للأوهام للشعب العراقي؟ هل يثق الشعب العراقي بخلية الأزمة وهي مشكلة من شخصيات تلاحقهم تهم الفساد أينما ذهبوا؟ هل دعمت حكومات ما بعد الاحتلال البحث العلمي في العراق لنقول إن العراق قادر على إنتاج لقاح أو إجراء اختبارات على المرضى لأي فيروس وليس لكورونا فقط؟ هل يملك العراق مختبرات ذات معايير دولية؟ وهل يملك الأجهزة المطلوبة لإجراء الاختبارات والتجارب على لقاح فيروس كورونا؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها لحضراتكم وننتظر الإجابة عليها منكم من قبل المشاهدين الكرام عبر الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين التي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. على المنطقة بس هاي منطقتنا، أول بلد أني أتخذ إجراءات غير مسبوقة وشكل خلية أزمة ومنعنا السفر إلى المناطق اللي ظهر بها الفيروس. هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء يا خلية الأزمة، مو قلنا سدوا الحدود؟ ووضعنا قيود على المواطنين الذين يأتون من مناطق ظهر بها الفيروس واتخذنا إجراءات داخلية هو العراق. وينك يا محافظ البصرة تعجب غضاء أبو الخصيب؟ ولا عبالك أكو فيروس بيه؟ وينك يا محافظ البصرة؟ يا معود سوي النشاره رحمه لوالديك تعشر شوق ابو الخصيب بالقران الكريم ما تقدر تمشي. اليوم ازدادت البنيه التحتيه في مجال المختبرات، كان لك النظام الصحي في العراق نظام بطل وصامد. طب جوا وشوف الخيسه، ثق بالله من البارحه واليوم لا واحد وصلنا ولا واحد اجانا، وكل واحد يطلع من مكانه يبقى فراشه نفسيته ويجيبون غيره ينموه على نفس الافراش. انتم مصابين ما مستقدين بعد يعني تحليلنا ما طالع. نعم. يعني احنا ما بينا شيء بس بسبب ذولا اللي قبلنا راح نتمرن. نعم. شوف هاي الحمامات هسه راح تشوفكم اياهن، بس مي بارد هاي، بس مي بارد اثنيناتهم. يعني صح انا بس البيبي هذا تشوفون الاخير هذا وانا ثلج بارد ثلج يعني جانب الوحدة تقريبا بالوحدة الجانب يجيبوا لي مال ودي بكين سوى يعني انا البحر العشاء ماكو ريوق اليوم ماكو. لدينا سعة سريرية بإذن الله.
تشوفون هاي الحالة يعني هسه احنا شلون نصدق الوباء بحجم كورونا واحنا بهيج وضعي طبيب ما اخلص راح تنزل فرق صحية تعمل مسح وبائي بدل ما نقعد احنا نستقبل الحالات المرضية راح نبدي ننزل ما شفتكم لان تعقيم ماكو ماسكات ماكو كانت عندنا مصابة بالكورونا قبل شوي طلعوا برا فأسجل المراجعين المغرب أو بالليل يكلون عليه كم واحد راح ينعدي وكم واحد راح يصير به كورونا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استمعتم طبعا إلى المقطع الذي عرض قبل قليل والمتحدث في هذا المقطع وهو جاسم الفلاحي عضو خلية الأزمة ووكيل وزارة الصحة. يعني عندما نأتي لنقارن هذا الكلام مع أرض الواقع ونرى الآن العراق تجاوز حاجز 100,000 إصابة بفيروس كورونا، وطبعا هذه الأرقام فقط التي ما استطاعت السلطات أن ترصدها. هناك الكثير من الحالات التي لم تذهب إلى المستشفيات في العراق خوفا على حياتها، على حياة أولادها، عوائلها من الإصابة بفيروس كورونا. الواشنطن بوست الأمريكية هي صحيفة أمريكية تحدثت وقالت بأن مستشفيات العراق أصبحت بؤر لنقل وتفشي فيروس كورونا. هذا كان عضو خلية الأزمة ويخرج على وسائل الإعلام يتحدث بهذه الطريقة وكأن العراقيين يعيشون في بلد متطور فيه نظام صحي، فيه بنية تحتية، فيه المختبرات والعلاج والمستلزمات الطبية الكفيلة بجعله يسيطر على الوضع. كم شكى ونادى العراقيون كافة في المحافظات الجنوبية وكافة المحافظات المرتبطة حدودها مع إيران: أغلقوا حدودنا مع إيران، ولم يسمع أحد ولم يستجب ويتحدث ويقول أمرنا بغلق الحدود. الفكرة من هذا الكلام مشاهدينا الكرام هي الشخصيات أو النماذج التي تخرج على وسائل الإعلام لتصرح بتصريحات لا أساس لها من الصحة، تحاول من خلالها أن توهم المجتمع العراقي بأن هناك بصيص أمل فيما يحدث الآن من فوضى عارمة داخل العراق بالنسبة للقطاع الصحي، وأن العلاج سيأتي يوم 1/9. حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج متعارف عليه الآن ومستخدم لعلاج فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ليس فقط في العراق أو في أي بلد محيط بنا. كل ما يحدث الآن هي مجرد تجارب، مجرد اختبارات تجرى على بعض الأدوية، على بعض اللقاحات، محاولات للتغيير في شكل الفيروس الذي يدخل إلى جسم الإنسان على هيئة لقاح، وهذه المحاولات مستمرة من قبل الدول المتقدمة المتطورة ذات النظام الصحي العالمي، ليس كالعراق الذي لا توجد فيه في مستشفياتها أنابيب أكسجين. هذه فوضى حقيقة أن يتحدث فيها مسؤول وهم أعضاء خلية أزمة يتحدثون عبر وسائل الإعلام عن هذا الموضوع. وأيضا هناك عتب على وسائل الإعلام التي تستضيف هذه النماذج حقيقة التي تروج للأكاذيب. العراق لا يحتمل أن تروج الأكاذيب على حساب أرواح الناس. الآن حالات الإصابات تجاوزت 100,000، وهناك تجارة حقيقة بأرواح البشر في قضية كورونا، وهناك خاصة فيما يتعلق بموضوع التعويضات المرتبطة بحالات الوفاة، وهناك فوضى كبيرة حقيقة في العراق تجاه قضية فيروس كورونا وحقيقة تفشي هذا الفيروس في العراق. يقول الدكتور شاكر جواد، وهو كما قلنا طبعا هو طبيب معالج وكبير مستشاري منظمة Global Health Engagement، يقول بأنه يتحدث عن موضوع اللقاح الذي تحدثت بعض الشخصيات عبر وسائل الإعلام أنه سيأتي إلى العراق وسيتم توزيع على المرضى يوم 1/9. يقول بأن الدول المنتجة لهذه اللقاحات تدخل هي في ما يسمى cold chain كما يسمى، أو السلسلة الباردة كما وصفها، هي درجة الحرارة التي يخرج بها اللقاح من البلد المنشأ، من بلد الأم، ثم بعد ذلك يتوجه إلى البلدان التي تحتاج هذا اللقاح. هذه المسافة التي يقطعها اللقاح وصولا إلى العراق يجب أن يبقى اللقاح ضمن نفس درجة الحرارة. طبعا في ظل انهيار منظومة الكهرباء في العراق وغياب البنى التحتية وضياع المختبرات والمؤسسات الصحية في العراق، كيف يمكن للعراق أن يحتفظ أو يحافظ على هذه اللقاحات إن وصلت ويقوم بإعطائها إلى من يحتاج؟ أيضا من الكلام المهم حقيقة أنه أي اختلاف بدرجة الحرارة في اللقاح الذي يصل إلى العراق من البلدان التي ستعطينا إياه، أي اختلاف
سيلغي فكرة أن هذا اللقاح يكون فعال، وبالتالي يدخل إلى جسم الإنسان دون أي تأثير، مجرد مادة سائلة دخلت إلى جسم الإنسان وانتهى الموضوع، لا يوجد تأثير له. وبالتالي القائمون على القطاع الصحي في العراق هل يملكون هذه المعدات، هذه التجهيزات؟ هل يملكون البيئة الخصبة لهم التي تساعدهم على إجراء الاختبارات، على تطوير هذا اللقاح، على استقبال اللقاح من الخارج والحفاظ عليه على نفس المعايير والمواصفات التي خرج بها من البلد الأم؟ هذه أسئلة كثيرة حقيقة تشكك في مصداقية الشخصيات التي تظهر على وسائل الإعلام وتتحدث بهذه الأوهام التي ترسلها إلى المجتمع العراقي. من معنا الآن؟ السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تحية تقدير لك واحترام، وتحية الشعب العراقي وتحية الغناية وكادرها الطيب. أهلا وسهلا. هذا هو سبب مشاكل العراق، هي أن العراق مع الأسف دولة لا يوجد بها حكومة ولا يوجد بها قانون. فبالنسبة لوضع العراق هو مربح للنظام الإيراني، ممنوع يستورد العراق حتى الأكسجين، وهذه بالنسبة لهذا الوباء الذي نسعد الله أن يحمي العراق وشعبنا العربي. فهو هذا مربح في ظل استقلال إيران التام لأنه أول شيء العراق ومشكلته هي مشكلة واحدة، هي مشكلة لا يوجد دولة، حكومة لا يوجد ولا قانون، يوجد عصابات تابعة للنظام الإيراني مثل هذه الميليشيات الإرهابية التي هي تؤتم الأوامر، وأكثر وأكبر دليل زيارة هذا البائس في إيران وخضوعه التام مع الأسف لا يروق لتاريخ العراق. نحن لا نعول إلا على الله ثم على الشعب العراق أن يخلص العراق من هذه الحثالات ويعيش العراق عزيز. أنا أشكرك يا سيد أبو فيصل من السعودية. أبو محمد من السماوة، تفضل. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ وعليكم محمد. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يخليك، كلم حيك أستاذ محمد. بالنسبة لمرض الكورونا والعلاج اللي تبشر به الحكومة على أساس أنه يتوفر في مطلع أيلول أو شهر 11، أنا عد هاي واحدة من الألاعيب اللي تلعبها وزارة الصحة حتى يستنزفون أموال بعد إضافية للأموال اللي سرقت. ما تقوى علاجات سامد، لأن هي منظمة الصحة العالمية والدول العظمى اللي هي بهذا المجال لحد الآن نسمع بالأخبار أنه يقول ما لقينا علاج ولا لقينا لقاح. حتى اللقاح غير جاهز بعد يا أبو محمد، لا تزال الاختبارات تجرى على هذه اللقاحات. لقاح نعم، يعني حتى ترامب أمس جو سمعت تصريحات أستاذ محمد يقول اللقاح ما جاهز لحد الآن، حققنا تقدم، يقول يعني حققنا فالناس من تسمع الأخبار شوية دقق، يعني من يقول حققنا تقدم أو اكتشفنا علاج يشمل أنه شفاء من مرض كورونا مو معناته لقينا علاج وحصلنا على يعني يا سيد أبو محمد، لما تكون لما يكون المتحدث على وسائل إعلام والناس ده تسمع وده تشوف ويقول 1-9 حيوصل العلاج للعراق، ويجي 1-9 وما يلقون العلاج، شنو النظرة اللي ممكن تتوجه من المجتمع العراقي تجاه هاي النماذج أو خلية الأزمة أو هذه الجهات الحكومية اللي تطلع تصرح وتحاول توهم المجتمع أنه علاجكم موجود والعالم كله ما بيعلاج بعد؟ صحيح، بس المجتمع المفروض يكون واعي أستاذ محمد، يعني ما ننتظر إحنا لحد ما يجي 1-9 ونصدق بهذه أو ما نصدق. المفروض الناس تقيم الوضع وتعلم صحيح وتكون أكثر وعي وأكثر إدراك. يعني ما أقول إحنا العراقيين دائم غشيمين وناس، يعني ما معقولة إن العراقيين هسه هم متوعر وناس يعرفون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ودخولهم على بعض المواقع ودراستهم لبعض الأمور كثير من القضايا ما شاء الله صاروا العراقيين المحللين قد ما الأخبار. فما أعتقد أنه يعني أعتقد بس الإنسان اللي حشل، يعني الناس اللي هاي يعني بس الجاهل الإنسان اللي يعتقد بحجيهم اللي يصدق بحجيهم لحد الآن. ما أعتقد يعني أنه هذا الكلام ينطلي ويعبر على عقول الناس وتفهم بهالصورة. أنا أشكرك يا سيد أبو محمد من السماء وشكرا جزيلا، وضحت الفكرة. السيد أبو كريم من الفلوجة، تفضل يا أبو كريم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أخي، شلون صحتك؟ الله يحفظك، الله يسلمك، الحمد لله.
احنا اني دباوع والله اني اشرف في مرض كورونا. بالنسبه لمرض كورونا اشرف فيه والله. ليش؟ اخلص اريد نخلص من هاي الثقمه الفاسده. هو الله سبحانه وتعالى يجي على الانسان الشريف، يجي على الانسان غير شريف قاعد يضربه بالمكان. يا ابو كريم، ابو كريم مو هيك، مو هيك تقاس الامور. اكو ناس اصيبوا بالعراق يعني مقابل كلهم مشرفه. وياك حبيبي وياك. لا اسمعني، مو كلهم، لا لا، الله سبحانه وتعالى بيقدر. نعم، هو الله سبحانه وتعالى رحمه رحمه. هذه المرض الله جابه على هاي الناس الظلمه. مو كلهم، انا اقول لا مو كلهم، مو كلهم. نعم انا والله والله ما عندهم لا دواء ولا علاج، مستشفيات فارقه. نعم. ووسخه ما بيها، بس الناس عايشة على الله سبحانه وتعالى. نعم. احنا هذه شغلة المرض خليه، بس احنا اتفقنا على جماعتنا السعودية وربعنا ذاك. اول ما هم جوي ويا الامريكان انا بالفلوجة والله، واحد من السيطرات. ابو كريم، ابو كريم، سيد ابو كريم، سيد لا بس اسمح لي اسمح لي اسمح لي حضرتك، احنا بدنا نتكلم اليوم على موضوع تصريحات من خلية الازمة ومن بعض الجهات الحكومية على العراق، وضع الصحي مستقر وكل هذا اللي دي يصير على انه لا يوجد اكسجين والمستشفيات تعبان، هذا كله كذب والعلاج موجود. هذا اليوم موضوعنا، ارجو منك انه تركز لي بهذا الكلام، يعني ما لنا علاقه من الاحتلال وصار والدول العربيه والمحيطه، احنا بدنا نتكلم اليوم هل هم من في السلطه صادقون تجاه هاي القضيه، تجاه انه قطاع الصحه قطاع فعلا جاهز ومؤمن ومستقر وكامل التجهيزات؟ سيد ابو كريم، حتى لو اوكي نعم تفضل، هذول ما يجهزون حتى لو عندهم ما يطوننا. ليش؟ حتى لو عندهم التجهيزات، لان ذولا اعدائنا، اعداء الشعب العراقي. نعم، هذول اعداء الشعب العراقي اخي، ذولا ليس بشر يعني، والله لا عندهم يبيعوا ويجيبون لنا غير حاجات. نعم نعم، ذولا مو عراقيين استاذ محمد. اليوم جربناهم، هاي اليوم 16 سنه 17 سنه ذولا الثقمة الفاسده الايرانيه اللي في كل البلاء بيهم. هم دمروا العراق، هم اخذوا نهبوا العراق. هسه احنا بالانبار من هجوا علينا الجيش والطيارات والمدفعيه والصواريخ، اخذوا اغراضنا اخي. احنا نزحنا، باقوا اغراضنا، ممتلكاتنا، سياراتنا، كلها باقوا. نعم نعم، يعني مو بس انا، مو بس الانبار، يعني 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 باختصار يا ابو كريم، باختصار انت تقول بانه التصريحات الاعلاميه او تصريحات المسؤولين على وسائل الاعلام هي غير صحيحه. غير، ما عندهم مصداقيه خلاص. نعم، ما عندهم مصداقيه ويا العراقيين خلاص. نعم، واكو الله يعاقبهم ان شاء الله. انا اشكرك يا سيد ابو كريم من الفلوجه. مشاهدينا الكرام، طبعا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمواطن يبكي والديه بعد وفاتهما، والوفاة كانت بسبب فيروس كورونا. وجه غضبه تجاه وزارة الصحة وانتقدها طبعا على السياسات الفاشلة للمتابعة لهذه الوزارة. دعونا نشاهد هذا المقطع. المستشفى الجايزة اللي يطلع الوزير يقول كل يوم يطول 1800 طابوا، 1900 طابوا. البارحة دفنت أمي، واليوم هذا أبوي متوفي، وهاي العالم كلها تشهد. أكو واحد طاب من هنا؟ أكو طاب واحد؟ ولا واحد يطيب هنا. ويطلع لك الوزير اللي يطلع ويقول 2000 طابوا و1500 واحد طابوا، ويوم هي 2000 و3000. طيب شفتي واحد طاب؟ شفتي واحد طاب من هالمستشفى هاي؟ طبعا المواطن يتحدث ايضا عن الادعاءات الكاذبه والتصريحات الغير صحيحه لوزاره الصحه على لسان وزيرها والمتحدث باسمها وغيرها من المسؤولين الحكوميين المرتبطين بقطاع الصحه عن حالات الشفاء المتزايده في العراق، وانه هناك 2000 حاله شفاء و1800 حاله شفاء وغيرها. طبعا نكرر مشاهدينا الكرام، الآن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه هناك طوابير تقف للحصول على أنبوبة أكسجين في بعض المستشفيات في العراق، وهناك نقص حاد في أكياس الدم وفي في الدم بحد ذاته، خاصة البلازما المعنية بمحاولة إدخال بلازما من المرضى المتعافين إلى المصابين لعل وعسى تكون هي وسيلة للعلاج. هناك أزمة في هذا أيضا، هناك أزمة في قضية الكهرباء وانقطاعها المستمر، خاصة الذي يصيب المستشفيات في العراق والتي تؤثر بالطبع على
حياة الناس، خاصة بأنه المصابين بفيروس كورونا في العراق يعتمدون اعتماد كبير جدا على أجهزة التنفس التي ترتبط بالرئة مباشرة لإنعاشها بشكل مستمر وإنقاذ حياة الإنسان من هذا الفيروس الذي يصيب طبعا الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى إصابات أخرى تحدث في الجسد. الحالات الشفاء التي تأتي، طبعا هناك يعني عملية عزل ذاتي يقوم بها كثير من المواطنين في منازلهم خوفا على حياتهم من الذهاب إلى المستشفى وأن يخرجوا من هناك جثث هامدة، وهذا ما حدث في كثير من الأحيان، وبالتالي هناك من يقوم بعملية عزل لنفسه داخل منزله فيتعافى شيئا بشيئا مع بعض المضادات الحيوية والاستمرار بالعناية بالنفس إلى أن يطيب من هذا المرض، وهناك حالات الحمد لله تحدث في العراق. لكن هذه الأرقام مقارنة مع أعداد الإصابات الكبيرة وغياب التجهيزات الطبية، هل هي معقولة؟ هل تعتقدون أن التصريحات الحكومية من المسؤولين المعنيين بقطاع الصحة في العراق هي تصريحات حقيقية، خاصة لمن يعيش الآن في العراق ويتابع الوضع؟ هل الوضع في العراق فعلا كما تقول وزارة الصحة أو وكيل الوزارة عضو خلية الأزمة الذي يقول بأنه الوضع في العراق وضع مستقر، قطاع الصحة قطاع قوي ومتماسك، هل هذا الكلام صحيح؟ من معنا الآن؟ السيد أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين. الله يسلمك، حياك الله أستاذ محمد. الله يخليك، الحكومة من شكلت من 2003 لحد الآن، نعم، شنو اللي وعدونا به طلع شيء صحيح؟ وعدونا بالكهرباء، وعدونا بالخدمات، نعم، وبالنسبة للصحة، نعم، يوميا يطلع لنا واحد يحكي لنا شكل، يوميا يطلع لنا واحد يحكي لنا شكل، نعم. شنو الدولة مثل حقل العراق أكسجين المريض ما عدا، نعم، شنو أبو الأردن إحنا اللي بالتسعينات نساعده قام يساعدنا يزلنا مواد طبية، ليش إحنا ما عدنا مواد طبية؟ معمل تامرة اللي شف العراق ثلاث مرات، والمساعدات الطبية التركية اللي انباقت، والمساعدات على حكايات اللي انباقت، يعني نعم. يعني اليوم على قناة دجلة زين يشكرون من أهالي الأنبار بأنه دازينهم أكسجين، طيب. ناشطين مدنيين دازين أكسجين زين لمحافظة الديقار، طيب. مو عيب على الحكومة، مو كانوا يكذبون علينا، يعني حشاك أنت وحاجة سامحين يكذب مرة مرتين 10 20، شنو ذنبنا إحنا قاعدين بدون كهرباء؟ سيد أبو طه، أريد أسأل حضرتك سؤال. الآن حريق كان موجود في مستشفى الشفاء الخاص بعزل المصابين بفيروس كورونا في محافظة واسط. لما نجي نقول أنه عملية الحرق المتعمد لمراكز ربما فتحت جديدا، أو عملية سرقة لمساعدات طبية تأتي إلى العراق، أو عملية ابتزاز لأي شيء يحدث في العراق من قبل الميليشيات، شنو اللي يضمن أنه إذا فعلا جاء لقاح إلى العراق لا يتم السيطرة عليه من قبل هاي الميليشيات والأحزاب الفاسدة والمتنفذة، واللي كما قال السيد أبو محمد بن السماوة مو بعيد أنه يستغلوها ويقومون بسرقة هذه الأموال المرتبطة بهذه اللقاحات ويأتوا للعراقيين بلقاح غير صالح فاسد، ربما أيضا قد يقوم بقتل الناس بدل أن يشفيهم؟ شنو الضامن من أنه هذا ما يصير بالعراق؟ والله كل ضمان ماكو أستاذ محمد، كل ضمان ماكو، يعني هاي الميليشيات قاعد تسرح وتمرح داخل العراق زين، والسيد الكاظم يتوعد راح اسوي كذا واسيطر على السلاح المنفلت واسوي كذا، والقتل بالشوارع والخطب بالشوارع، نعم، زين شنو ذنب المرضى؟ يعني قبل 3 ايام حطتها الاردن زين، طيب. عندنا اخر 4 حالات طيب. المرض كورونا، نعم، انتهى المرض عندهم بالاردن، احنا ده يزايد عندنا، طيب. ليش يزايد عندنا؟ بسبب الفساد الاداري اللي عندنا، سبب الميليشيات المسيطره، نعم، زين ده يبدلون العلاجات، نعم، العلاجات فاسده،
ويضربوه مثل ما طفلة البارحة عمرها 5 سنوات أول نعم. البارحة زين جايبيها من الفلوجة المستشفى الإسكان شاكين بيها كورونا وحاربيها أبرة ورا 10 دقائق متوفية الطفلة نعم يا طب هذا اللي يحكون عليه نعم ويا أصلاح اللي يحكون عليه زين نعم. أنا أشكرك سيد أبو طه أشكرك أعتذر منك لدينا متصلين ينتظرون السيد أبو علاء من واسط تفضل والله شلونك استاذ مصطفى محمد وياك حياك الله ابو علاء شلونك هلا استاذ محمد هلا شلونك حياك الله اهلا وسهلا والله استاذ محمد هي المواضيع والله مع العراق بس تعال اقول لك هسه موضوع كورونا هو نعم استاذ مصطفى استاذ محمد تفضل شلونك عيني الله يسلمك اقول لك استاذ محمد موضوع كورونا هو شنو هو يا جابه كورونا هم السياسيين نعم شلون هم جابوها شلون يا ابو علاء ايه هم جابوا اقسم بالله هم جابوا نعم ايه حدودنا من ايران مفتوحه حدودنا ويا تركيا مفتوحه وهاي الوضعيه الجايه ابو علاء سيد ابو علاء جاسم الفلاحي هو عضو خليه الازمه وهو وكيل وزاره الصحه يقول بأنه إحنا اتبعنا كل الإجراءات الوقائية اللي تتبعها كل دول العالم سدينا حدودنا قطاعنا الصحي ممتاز الوضع عندنا تمام هل هذا الكلام صحيح؟ أنتم في محافظة واسط أنتم عندكم أيضا حدود هل هذا الكلام صحيح؟ والله أستاذ مصطفى شنو؟ نعم أستاذ مصطفى شنو من حدود يعني أنت اللي جاي تحكي عليها؟ جاسم الفلاحي اللي حكى غير نعم استاذ مصطفى اي حدود ماكو حدود هسه احنا هي شو هي ما شاء الله المنافذ الحدوديه جاي تحكمها اللي 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 هم هذول السياسيين مال الدوله نعم وما ما ماكو شيء ملموس من عندهم يعني انسدت فعلا الحدود يا ابو علاء انسدت فعلا الحدود في بدايه ازمه كورونا مع ايران استاذ مصطفى من سته الحدود الله يخليك الله يخليك من سته الحدود هسه ليش حتى كل دول العالم هسه بنستدرون قضت منها يعني تقريبا قضت عليها بس احنا الدوله الوحيده اللي جاي يعني الاعداد تزايد مو يعني البارحه والله شاب عندنا مات عمره ضابط مقدم بالجيش نعم يعني شاب عمره 25 سنه يعني كورونا تقضى عليه طيب أنا أشكرك يا أبو علاء أشكرك وأني اسمي محمد عصام ولست بمصطفى يا أبو علاء زين العابدين من كربلاء تفضل من النجف حياك الله كلنا العراق تفضل يا أبو زين العابدين حياك الله احنا نريد انكم العراقية نريد أنه توصل صوتنا يعني نريد يعني مثلا الأمن أهم شيء الأمن عندنا الأمن الأمن في النجف الأشرف نعم يعني اسبوعين متفلتل عندنا الامن يعني شلون عندك الامن مفقود يا زين العابدين ممكن توضح لنا اكثر يعني انا عندنا اهم حادث عندنا واحد انقتل ما نعرف احنا مجهومه مجهول الهويه طيب مجهول الهويه يعني اللي مسيطر بالنجف الميليشيات لو الحكومه منو مسيطر الحكومه مسيطره الحكومه لحد الان عندنا الحكومه مسيطره لا عاد شلون الامن ماكو تقول يعني مثلاً تريد تطلع بالليل تريد هاي يعني من كورونا صفر يعني ما يخلص تطلع يعني سيد زين العابدين أنت تقصد إنه حتى ويا وجود الحكومة أنتم ماذا تحسون بالأمن؟ الأمن إحنا أهم شيء عندنا الأمن الأمن إحنا نريد الأمن أنتم تريدوه يعني ما عندكم؟ إيه كل العراق إحنا كل العراق يعني نطلع بكيفنا براحتنا نعم. من شو براحتنا؟ نعم نعم كل العراق أنا أشكرك يا سيد زين العابدين يعني سيد زين العابدين اختصرها بجمل بسيطة جدا على الرغم من السيطرة الحكومية في محافظة النجف إلا أن المواطنين في المحافظة وهو يقول حتى في كل العراق لا نشعر بالأمن نريد الأمن لا نشعر بالأمان سيد حيدر من الديالة تفضل السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عمود الأمن الأول لا لا اليوم الموضوع هذا طبعا كان رأي سيد زين العابدين اليوم الموضوع سيد حيدر عن
التصريحات الحكومية اللي تقول أنه الوضع في العراق بخصوص فيروس كورونا وضع تمام، الأمور طيبة، المستشفيات زينة، وعدكم علاج حنجيب لكم إياه يوم 1/9. هذا الكلام أنت تصدق به، تقتنع به؟ لا 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 تصدق ولا هاي. ليش؟ كله دعاية. ليش ما تصدق يا حيدر؟ علاج ماكو أستاذ محمد، العلاج ماكو. يعني خلية الأزمة بنظرك غير صادقة؟ أي مستشفى روح العلاج ماكو. نعم. حيدر، وضع المستشفيات شلون حواليكم؟ والله مو زينة. نعم. تعال شوف عينك أنت شوف تعال. شلون يعني مو زينة؟ أريدك تحكي يا حيدر. سيد حيدر، احكي لنا واحكي للمشاهدين شلون الوضع بالمستشفيات مو زينه، شنو الظروف اللي تخلي المستشفى مو زينه؟ صدق يا استاذ محمد، صدق ما كل اي شيء زين، كل زين، كل شيء ماكو. نعم. اخذني ما رحت المستشفى عمود التمارين، قال لي المستشفى اخذ علاج الاطفال. نعم. هو هذا اللي بط سالين الطرف وصافي كل اللي بعد مره داخل اي نعم. رحمة الله ابو استاذ محمد، لا تقول لي المستشفى زينه. نعم. هاي كلها دعايه، اي واحد يقول لك شغلات ماكو. لا نعم. سيد حيدر انا اشكرك. نعم نعم تفضل. سويت عمليه ما يسويك على العقل، يقول لك اطلع بطنك على حسابك. نعم، وضحت الفكرة سيد حيدر من ديالا، أنا أشكرك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد اياد من بغداد، تفضل يا اياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. عمي يعني اللي تمرض اللي يصير به كورونا يروح يقبونه بالبيت يحجرونه، لا ينطونه علاج، لا ينطونه دواء، لا اكو شيء زين، واحنا ما عندنا واموره تعبانه وقاعدين بالايجارات. نعم. زين يعني شنو شغلها؟ شغلها المستشفيات، الصحه شنو شغلها؟ يعني من تروح تدب نفسك بالبيت يقول لك هذا هو. اياد انتم عندكم ليش مصاب بكورونا؟ عندكم احد مصاب؟ ها؟ عندك احد مصاب؟ اي عندنا هذا اي عندنا شو اسمه عديل يعني جيراني. نعم. فصابي. نعم. اياد تدري هسه الكلام اللي دا يصير على المستشفيات بالعراق انه يقول لك خليك ببيتك احسن، لان المستشفى شو تريد تسوي لك؟ اذا هي المستشفيات صايره هي اللي دا تنقل المرض للناس. اي بس اذا واحد ما عنده امكان يعني منين يجيب يعني؟ نعم. هو احنا امورنا تعبانه، وضعيتنا تعبانه. نعم. يعني هو شو خاف زين يراد مكان اوكسجين، يراد غير شغلات. صحيح. يراد علاج، يعني كله يكلف 300 و400 ألف، ويراد لك اوكسجين، انت ساعة تخربط. نعم. من يخليك؟ ويقول لك ظل بالبيت، احجر نفسك بالبيت، انا ما يخالف حفاظا الي واول عائلتي. نعم. بس شنو اللي بس انت تريد مستلزمات، تريد اوكسجين، تريد مستلزمات طبيه تحتاجها. الف هي الف رحمه على والدك، هاي نعم. الشغلات تريد اكو بالدوله تساعدينا. نعم. تجي جت ام علي امرش كافحت البيت. سيد اياد، سيد اياد هم الحكومه خليه الازمه ووزاره الصحه يقولون انه حنجيب لكم علاج يوم 1/9، طيب اذا انت هسه تقول عندي مصاب
ودي يشمروني بالبيت لا أكسجين ولا مستلزمات طبية، ذول شلون حيجيبون العلاج؟ هل تصدق بهذا الكلام؟ لا والله ما أصدق. تروح للمستشفى يقول لك ها شو تسوي لك أنت بالكورونا؟ ارجع 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 وحجيت تروح. بينا شنو هو؟ هذا وباء من ربك. أنت بغيت تعالجونا لو تبي تموتونا تحرقونا. غير توفر لنا الدولة علاج يعني اللي يتخربط بالليل وين يروح؟ خلي على الأقل شكلوا له أكسجين. أكسجين يرتاح أضربه أبرة تحت الصدير أسوي له شغلة. نعم. اي والله هاي اللي احنا هذا الاتصالنا وهذا اللي الله يكون بعونكم يا اياد بقناتكم الموقره ان شاء الله. الله يحفظك الله يسلمك ان شاء الله صوتك يوصل. واحنا طبعا اليوم لما تكلمنا وقلنا انه العنوان هو اوهام علاج كورونا والحقيقه المؤلمه، الحقيقه المؤلمه مشاهدينا الكرام هاي اللي بدنا نسمعها، الناس اللي بدها تتصل هاي هي الحقيقه المؤلمه. الاوهام هي اللي تستمر حكومات ما بعد الاحتلال بكافه القطاعات الحكومية، خاصة عندما يرتبط الموضوع اليوم بقضية وزارة الصحة وتصريحاتها الحكومية وخلية الأزمة وهي اللجنة المشكلة. لما يسمع المواطن التصريحات وينظر بعينه إلى أرض الواقع ويشوف المستشفيات الموجودة اللي لا بها علاج ولا بها دواء ولا بها أنابيب أكسجين ولا بها أي مستلزمات، بل بالعكس يرد على المواطن كما تم الرد على السيد أياد، أنتوا يقول له شو سوي لك؟ يروح للمستشفى، يذهب المريض إلى المستشفى فيأتي الرد من المستشفى شو أسوي لك؟ ماذا أقدم لك؟ هكذا هو الوضع في العراق مشاهدينا الكرام. هذه هي الحقيقة المؤلمة التي يعيشها العراقيون، لا علاج ومجرد تصريحات على وسائل الإعلام، محاولة لإيهام المجتمع العراقي بأن الوضع تمام والأمور طيبة، لكن المواطن يعيش في العراق ويرى بعينه حقيقة الأمور والأشياء، وبالتالي هذا يزيد حقيقة من كره الناس لهذه الجهات الحكومية. الجهة اللي تحط ضمن أعضائها موفق الربيعي وحنان الفتلاوي حقيقة هي دمرت سمعتها قبل البدء حتى بالعمل. يضعون شخصيات متهمة بالفساد، شخصيات يلاحقها الفساد أينما ذهبت. كيف يمكن أن يثق المواطن العراقي بهذه الجهات الحكومية؟ هل العراق يملك المختبرات؟ هل العراق يملك البيئة الصحية، البنية التحتية لقطاع الصحة كامل؟ هل هناك مستشفيات في العراق تحمل أو تحتوي على التجهيزات الطبية وفيها المعايير من النظافة والأمان والصحة والسلامة؟ لماذا إذن وصفت بأنها بؤر لنشر الفيروس إن لم تكن فعلا هي بؤرة لنشر الفيروس؟ وهذا كلام كان على لسان صحيفة أمريكية، يعني تبعد بيننا وبينهم آلاف الكيلومترات، ولكن الحقيقة هي واحدة موجودة ومعروفة عند الجميع. السيد أبو علي من بريطانيا تفضل. نعم أخي، بالنسبة للمستشفيات الموجودة بالعراق، نعم، خاصة جنوب العراق الناصرية، نعم، هي بالحقيقة تعاني معاناة كبيرة من الإهمال وعدم الدعم الكافي لهذه المستشفيات. نعم. والدليل جاي تشوف المواطنين جاي يأتون للمستشفى ويحطونهم ويشيلون عنهم المقدمات الأكسجين. نعم. وهذا بالتالي كل هذا خطط من دول معادية للعراق تأثر على الشعب، تأثر على المرضى العراقيين. فإحنا يعني جاي نوصل لهذه المعاناة من خلال قناتكم الكريمة ومن خلال المسؤولين اللي يساعدونا ويحاولون يشوفون اللي جاي يصير بالناصرية. حضرتك أبو علي أنت من الناصرية هسه لو ببريطانيا؟ أنا من بريطانيا بس جاي أمضي معاناة احنا بالناصرية. نعم فهمت عليك. سيد أبو علي الآن نقول ونكرر بأن هناك تصريحات حكومية تقول العلاج جاي بالطريق. العلاج اللي بعده ما مكتشف بالعالم كله، والناس كلها الدول المتقدمة اللي عندها أنظمة صحية متطورة قاعدة تبحث بالعلاج وبعدها ما لاقية. لما تقول خلية الأزمة العلاج وصل يوم 1/9 نجيب لكم إياه إن شاء الله. هذا الكلام من مين جابه؟ استندوا على شنو؟ والله يا أخي الكريم خلنا أحكي لك الحقيقة. بالحقيقة لا يوجد علاج صحيح وجاي بالطريق حسب ما يقولون. نعم. هاي تسويق الإعلامهم وإعلام ميليشيات. نعم. وأحزاب الفاسدة.
نعم. في الحقيقة يعني تعرف الدول الكبرى بريطانيا وأمريكا وكندا وهاي الدول لجاية نعم. لحد الآن ما توصلوا العلاج. نعم. فمنين جابوا العلاج اللي لا وتأكيد وبالتاريخ يعني تأكيد نعم. وبالتاريخ يا أبو علي يقول لك 1/9 يعني هو متأكد من كلامه أنه العلاج سيأتي والعلاج حتى هذه اللحظة لا يزال في مراحل البحث والاختبار. نعم نعم بالحقيقة هذا كله كلام في كلام واحنا تعودنا على كلام ميليشياتهم واحزابهم الفاسدة من خلال التسويق لهذه الكلام اللي من خلاله يقدرون به شعبنا والناس المرضى اللي جاي تعاني من هذا نعم. الوباء الخطير. انا اشكرك يا ابو علي من بريطانيا معنا السيد ابو عباس من البصرة تفضل يا ابو عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. والله المستشفيات وضع مثل تقول المستشفيات تعبانه الوضع كله تعبان نعم. يعني الحكومه تقول 1/9 ما يجيبون كل شيء ما يجيبون صدق ما يجيبون لا 1/9 ولا 8 ولا 1/10 كل شيء ما يجيبون لا هين بايران لا هين بالبوط لا هين راحت جايات من ايران هم جابوا لنا البلاء من ايران نعم هم جابوا لنا البلاء من ايران شنو نعم. ايران شنو قصه ايران وانا قبل كم يوم عندنا واحد توفى بالمستشفى ما تعليمي صدق باقوه من المستشفى ندور عليه ماكو زين نعم والله دورنا عليه بالمستشفى رحنا نسوي بس سوينا الاوراق مالتنا وهاي زين ما لقيناه دورنا ثلاجات دورنا هات قالوا ماكو يا صديق جديد ميت باقوه من المستشفى نعم يعني طيب اريد اسالك يا ابو عباس انت اذا تقول احنا رحنا المستشفى بالبصره وضع المستشفى وضع المستشفى او المستشفيات في البصره بشكل عام وضع مناسب لتكون هي فعلا مستشفى لانه يعني انا ممكن اسميها مستشفى فيها المستلزمات فيها التجهيزات فيها النظافه فيها الوضع الصحي المتعارف عليه بمستشفيات العالم صدق ما بيها كل نظافه ما بيها الجريدي والجازين والجراثيم طالما الاكسجين ماكو يعني صدق طالما الاكسجين ماكو نعم. كمامات ماكو يعني شنو تريد بي شنو تريد ما كل شيء ماكو نعم. يعني واحد يجي لك منا واحد يردك منا واحد يجي لك منا صدق عندنا كم واحد مريض ذاك اليوم رحنا وديناهم بالليل صدق ما حد يعتني لنا ولا حد يقول يا بتعرف شنو تردون شنو نعم. هذا أبد والله ولا حد قال لنا يا بتعرف شنو تردون يعني طبرة تردون بريستول كل شيء ماكو نعم. سيد أبو عباس قبل شوية تكلمنا ويا السيد أياد من بغداد يقول إحنا نروح لهم للمستشفى نقول لهم يا بعدنا مريض كورونا مصاب بالكورونا يقول له شو أسوي لك إذا المستشفى ترد بهذا الرد على المريض شنو عن باقي القطاعات الصحية الموجودة بالعراق لعد والمجمعات هسه كلها سدوها مجمعات هسه مو بالقصيد عندنا مجمعات هسه نروح لها كلها وين تروح للمستشفى يا بالمستشفى كل شنو فيها المستشفى كل شيء ما فيها المستشفى نعم ما يعطونا لا مستشفى يعني يعطونا اوبرا لا يعطونا بريستو لا يعطونا يعني بوطل مال اكسجين ماكو يعني واحد يذبك على الثاني واحد يقول روح للرجاء واحد يقول روح من هناك واحد يقول اصعدوا فوق والله شلعوا قلبنا بالقرار شلعوا قلبنا انا اشكرك يا سيد ابو عباس اشكرك وضحت الفكره شكرا جزيلا السيده ام احمد من بغداد تفضلي يا ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حي قناه الرافدين الوطنيه الاصيله اهلا وسهلا حياك الله الموضوع اللي طرحه اليوم هو احد الاسباب اللي دفعنا ان نجعل قناتكم هي القناه الاولى الله يسلمك للمشاهده والمتابعه لصدقها ولموضوعيتها ولاهميه المواضيع التي تكون بتماس مع حياه الشعب العراقي الله يسلمك وملاحقه كل زلل ومواجهة كل زيف وفساد نعم بارك الله فيكم هذا واجبنا يا أول شيء من قناتكم بارك الله فيكم نعم من قناتكم أوجه نداء وتحذير للشعب العراقي إذا فعلا الحكومة ووزارة الصحة بدأت بتنفيذ تقديم هذا العلاج للعراقيين نبقى بلا علاج ولا نأخذ هذا علاجهم نعم اللي بيناتهم كانوا يتنافسون أي وزير كان يريد أن تقع عليه مناقصة هذا العلاج وتصنيعه نعم إنه روسيا مقدمته للعلم إنه روسيا أعلى إصابات لكن هي ما تعلن هذا الشيء أعلى إصابات بالعالم والدول اللي طتهم إياه للعراق هو غير معترف به في منظمة الصحة العالمية للعلم طبعا
احنا ننتظر منظمة الصحة العالمية أن تصريح أكدت هذا الشيء ماكو. كيف العراق وحكومتنا الفاسدة أو عصابتنا الحاكمة تستخدم وتنزل للأسواق وينعطى للشعب العراقي؟ فالعراقيين يجب أن يحذروا يسمعون، خلي يكون وعي من غير ما العلاجات اللي تجينا كلها انتهية الصلاحية وموضعين عليها تواريخ حديثة. أم أحمد أنا أشكرك، الوقت انتهى، أعتذر من السيدة أم أحمد، الوقت انتهى. فيما تبقى من لحظات قليلة نقرأ الرسائل التي وردت. السيد مبروك من الإمارات، رسالتك طويلة سأختصرها قدر المستطاع. يقول 42 مليار دولار صرفت من ميزانية العراق المالية على القطاع الصحي منذ عام 2006 ولغاية 2019. يخرج علينا وزير الصحة اليوم يقول النظام الصحي متهالك منذ 40 سنة، أين ذهبت هذه الأموال؟ أكيد في جيوب الفاسدين. رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول أستاذ محمد، العراق يحتاج إلى رجل قوي صاحب قرار يستلم العراق ويعدم كل الوزراء ويعلقهم في كافة المحافظات العراقية ويكلف وزراء جدد ويقول لهم هذا مصيركم إذا لم تؤدوا المسؤولية ممكن حال العراق يتعدل. ورسالة، السلام عليكم، بارك الله فيكم بهذا البرنامج، إن المشكلة في العراق ليست وباء كورونا وإنما وباء السياسيين والحكومات التي جاءت مع الاحتلال، لأن يعتبرون مصلحة إيران وإنقاذ اقتصادها فوق مصلحة العراق. السيد أبو محمد من العراق. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا والتذكير أيضا بأن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا هذا التردد أمام حضراتكم على الشاشة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.